السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاقة شوطنا 11 من ضمن انطلاقات هذا الصباح وهذه الانطلاقة مع هذا الشوط، ونرى هذا الاندفاع مع هذا سن الثنايا من مسافة 8 كيلومترات. نرى هنا هذا الانطلاق مع هذا الاندفاع مع اللي يقود المسيرة مقصص على مقدمة الشوط لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، ومع المضمر سالم بن علي بن بخيت اللي على المركز الأول، يليه اللي بثاني المراكز. نرى هنا اللي هو هيمان اللي على المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد هيام، ومع المضمر عتيق جمعة بن عتيق الرميثي. اذا المركز الثالث نرى والنقلة الى ثالث المراكز، ونرى هناك فراع على ثالث المراكز. نرى المركز الثالث الان اللي هو فراع لسعادة الشيخ محمد بن جاسم الثاني، ومع المضمر سعيد بن راشد بن بطي الزعبي اللي على المركز الثالث الآن. والمركز الرابع نرى هناك صوغان لسمو الشيخ خليفة بن مكتوم المكتوم، ومع المضمر نواب بن نوح اللي في عملية التضمير. إذا هنا المركز الخامس، ونرى اللي على خامس المراكز اللي هو أصيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ومع مضمره عبد الله بن سالم المسافري. إذا هذا النداء الأول للخمس المراكز الأولى، ونقلتنا إلى الخمس المراكز والعودة إلى مقدمة الشوط ومع القيادة، ومع أيضا هناك التنافس على مقدمة الشوط ما بين مقصص وما بين هيمان. يا سلام على هذا الانطلاق، ونرى هناك مقصص في الصدارة، مقصص على مقدمة الشوط لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، ومع مضمر سالم بن علي بن بخيت. المركز الثاني أيضا نرى هناك اللي على المركز الثاني اللي هو هيمان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان، ومع مضمره جمعة بن عتيق الرميثي اللي على المركز الثاني وغير على مقدمة الشوط، يليه اللي بالمركز الثاني مقصص لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، ومع مضمره سالم بن علي بن مخيه. إذا هذا النداء للمركز الثاني، والمركز الثالث نرى هناك اللي هو فراع اللي على ثالث المراكز لسعادة الشيخ محمد بن جاسم الثاني، ومع مضمره سعيد بن راشد بن بطي الزعبي. المركز الرابع نرى هناك اللي على رابع المراكز صوغان لسمو الشيخ خليفة بن مكتوم المكتوم، ومع مضمره نواب بن نوح اللي على المركز الرابع الآن. والمركز الخامس اللي على خامس المراكز نقلتنا إلى أصيل اللي على المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ومع مضمره عبد الله بن سالم المسافري. إذا هذا النداء، وهذا النداء الثاني للخمس المراكز الأولى،
والمسيرة تسير، والمقدمة نرى هناك اللي هو هيمان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومع انضمره جمعة بن عتيق الرميثي. يا سلام على هذا الانطلاق مع هيمان في مقدمة هذا الشوط، وفي أيضا الانطلاقة هناك في الصدارة وثاني المراكز. نرى هناك من يأتينا على المركز الثاني، مقصص على المركز الثاني، مقصص لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، ومع انضمره سالم بن علي بن مخيت. اذا هذا ايضا النقله الى المركز الثالث، والمركز الثالث نرى اللي ايضا اتانا في ثالث المراكز اللي هو فراع لسعادة الشيخ محمد بن جاسم الثاني، ومع انضمره سعيد بن راشد بن بطي الزعبي. والمركز الرابع، المركز الرابع اللي يتسلل في هذه اللحظات من الجانب الايمن، نرى هناك اصيل على المركز الرابع، وتدخل على ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وايضا عمليه تضميره مع عبد الله بن سالم المسافري. النقله الى المركز الخامس وخامس المراكز، نرى هناك اللي هو صوغان لسمو الشيخ خليفه بن مكتوم المكتوم، ومع انضمره نواب بن نوح اللي على المركز الخامس. اذا هذا النداء الثالث، وها هي الخمس المراكز الاولى المتقدمه. يا سلام يا سلام يا سلام يا هيمان، وهيمان على مقدمه هذا الشوط لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان اللي على الموقع، وايضا موقع الفورمه هناك في صداره هذا الشوط. وهذا الانطلاق مع هيمان ومع انضمره جمعة بن عتيق الرميثي. اذا هذا الانطلاق وهذا الاندفاع مع هيمان. الله يا هيمان على هذه السرعة ايضا في مقدمة هذا الشوط وثاني المراكز. نرى هناك اللي على المركز الثاني، مقصص اللي على المركز الثاني لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، ومع انضمره سالم بن علي بن مخيت. المركز الثالث وثالث المراكز، من يأتينا على ثالث المراكز، نرى هناك أصيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولكن نرى أيضا دخول أيضا جديد، أيضا دخول من فراع لسعادة الشيخ محمد بن جاسم الثاني، ومع انضمره سعيد بن راشد بن بطي الزعبي اللي تدخل الآن على المركز الثالث، بينما النقلة لرابع المراكز. وأصيل يأتينا وهو من يأتينا على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ومع انضمره عبد الله بن سالم المسافري. المركز الخامس وهناك أسماء قادمة أراها بالعين المجردة. يا سلام يا سلام على هذا أيضا الاندفاع من المراكز أيضا التي أيضا تبحث عن الناموس وتبحث عن كلمة الناموس في هذا الصباح الجميل. ونرى هنا هذا الانطلاق مع هذه الأسماء العديدة في هذا الشوط، وجائزة هذا الشوط سيارة أيضا. يا سلام، ولكن نرى هيمان. يا سلام يا هيمان على هذه الانطلاقة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومع انضمره جمعة بن عتيق الرميثي. هو من يقود مسار هذا الشوط، هيمان من يقود مسار هذا الشوط، والقيادة الحكيمة، وأيضا متمسك بزمام الأمور وخير قيادة، وأيضا ينفرد بالكادر الفوقي. يا سلام الله يا هيمان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومع انضمره جمعة بن عتيق الرميثي. ثاني المراكز أيضا نرجع إلى ثاني المراكز ونرى فراع على المركز الثاني. إذن المركز الثاني نرى هناك فراع لسعادة الشيخ محمد بن جاسم الثاني، وانضمره سعيد بن راشد الزعبي اللي يضمر فراع على المركز الثاني، بينما النقلة إلى ثالث المراكز. إلى المركز الثالث ونرى هنا دخول من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ومع انضمره فيصل بن طالب بن شريم المري. المركز الخامس والنقلة إلى المركز الرابع، نعود هناك إلى رابع المراكز، والدخول أيضا على المركز الرابع من نجد لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، ومع انضمره محمد بن عبد الله بن حميدان. يا سلام، ولكن نرى هناك دخول أيضا من صوغان لسمو الشيخ خليفة بن مكتوب المكتوم، ومع انضمره نواب بن نوح اللي على المركز الخامس ويغير على رابع المراكز، ولكن نعود مع هيمان
هيمان هيمان هيمان، يا سلام على هذا الانطلاق، هيمان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومع انضمره جمعة بن عتيق الرميثي. ها هو هيمان في هذا الاندفاع وفي هذه المقدمة، وما شاء الله على هذا العرض اللي قدمه هيمان في مقدمة الشوط، وها هو يسير بهذه المسيرة وأيضا يقود خير قيادة هنا في هذا الشوط. يا سلام يا هيمان على هذا الانطلاق لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومع انضمره جمعة بن عتيق الرميثي. يا سلام ويا سلام يا سلام، ها هو الآن في مقدمة الشوط وكيلو ونصف الكيلو المتر الأخير، وهناك هيمان في مقدمة هذا الشوط بينما المركز الثاني فراع لسعادة الشيخ محمد بن جاسم الثاني ومع انضمره سعيد بن راشد الزعبي، والمركز الثالث شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع انضمره فيصل بن طالب بن شريم المري. يا سلام على هذا التغيير ايضا من شاهين اللي غير على المركز الثاني، بينما النقله الى المركز الثالث نرى هناك فراع اللي على ثالث المراكز لسعادة الشيخ محمد بن جاسم الثاني، والمركز الرابع يا سلوم على هذا الانطلاق من العديد لسعادة الشيخ ثاني بن حمد الثاني ومع انضمره محمد بن خالد العطية. اذا نعود مع الصدارة ومع هيمان. هيمان هيمان يا سلام يا سلام يا هيمان على هذا الانطلاق، هيمان في المقدمة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومع انضمره جمعة بن عتيق الرميثي. ها هو يقدم لنا هيمان، يا سلام يا هيمان يا سلام على هذا الاندفاع يا هيمان. هيمان في المقدمة، هيمان في الصدارة، وهيمان إلى الناموس. هيمان هيمان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومع انضمره جمعة بن عتيق الرميثي، وأيضا ها هو ولكن الله هذه الانطلاقة هنا من ثاني المراكز، ودخول ايضا من طلوع لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم مع المتحدي سالم بن سعيد بن منانة السويدي. المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ولكن الله يا هيمان، وها هي علامة الجودة على رأس هيمان. ها هو تشاهدون الزعفران ايضا على هيمان، وليس غريب على هيمان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومع انضمره جمعة بن عتيق الرميثي. وها هو هيمان يصل الى النهاية، يصل الى الفوز، يصل الى هذا الناموس، والتهنية موصولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومع انضمره جمعة بن عتيق الرميثي. تهانينا تهانينا، والتهنية موصولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ولانضمره جمعة بن عتيق الرميثي، وهو يصل الى خط النهاية معلنا الفوز والناموس. المركز الثاني طلوع لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الرابع لسعادة الشيخ ثاني بن حمد الثاني، والمركز الخامس مقصص لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم. شاهدتوا معنا هيمان الذي ذهب بناموس هذا الشوط، وتشاهدون هيمان على شاشة التلفزيون الذي وصل الى خط النهاية معلنا الفوز والناموس، قاطع عن المسافة في 13 دقيقة 30 ثانية 8 أجزاء من الثانية. التهنية موصولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ولمضمره أيضا جمعة بن عتيق الرميثي. المركز الثاني وصلنا فيه طلوع لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وقاطع المسافة في 13 دقيقة 33 6 أجزاء من الثانية. جاءنا في ثالث المراكز وصلنا شاهين قاطع المسافة 13 دقيقة 34 بالوفاء والتمام. التهنية موصولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ولمضمره فيصل بن طالب بن شريم المري.